في ناس يعني بتخلعش، يعني في ناس محترمين وناس يعني بتعامل بطريقة يعني مش مناسبة. يعني الصفة العامة معاملة مناسبة. كثير من المؤسسات الحكومية من الموظفين بدك انت تحكي هو بكون بلعب على التليفون. طب يا عمي طب طلع في عبرني، ولا يعني ولا كأنك واقف ولا كأنك تحكي معه. لا والله مش كنا صابك واحد، يعني في منهم الأغلبية كويسين والله. هو الموضوع اللي رايح عليه، يعني إذا صاحب بده يتعامل معاك مش بصعوبة يعني، بس أما إذا الموضوع سهل بقول لك تفضل يا عمي. الدوائر الحكومية بالمحاكم والله ربنا الله كويسين. في بجمرك المنطقة الحرة موظف مزاجي جدا، بعمل ناس هيك وناس هيك. لا مش كل أصابعي واحد صراحة، مثلا كمستشفى بشير على الطوارئ نحكي بالصدق، يعني في أزمة من المواطنين، يعني الله يكون بعونهم.